بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. نشارك معاكم اليوم كيفية تحضير وصفة فطائر في المقلاة بالعجينة السائلة او بعجينة ليكخاب. نحضروا فطائر او سندويتشات بطريقة سهلة وسريعة وبحشوة بزاف بنينة. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو وتنال اعجابكم ونروحوا مباشرة لطريقة تحضيرهم. اولا نحضروا العجينة. نحتاج لهذه العجينة كاس ونصف ماء عادي، نزيد عليهم كاس ونصف من الحليب يكونوا بحرارة المطبخ، نزيد عليهم 3 ملاعق كبيرة زيت سواء زيت نباتي أو زيت زيتون، ونزيد حبة بيض وملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر وأعشاب عطرية يابسة سواء زعتر أو نعناع أو معدنوس أو كزبرة أي دبشة. نزيد عليهم رشة تاع الثوم بودرة، يعني يمكن الاستغناء عليها، ورشة من الفلفل الأسود. نخلطهم مليح مع بعضها، نخلط المكونات حتى تجانس مع بعضها، ثم نضيف الفارينة. نضيف الكاس الأول نخلطه مليح، ثم نضيف الكاس الثاني، يعني نفس الكاس اللي تكيلو به الحليب والماء كيلو به الفارينة. أنا استعملت الكاس تاع 200 مليلتر وانتم استعملوا الكاس اللي تحبوا. نخلطهم مليح هكذا بالفوي. إلا لقيتيو العجينة مليحة ما تزيدوش، وإلا لقيتيوها سائلة بزاف زيدوا ربع كاس تاع فارينة. نخلطهم مليح هكذا حتى يذوبوا الحبيبات هذوك تاع الفارينة. أنا هزت لي العجينة 2 كاس وربع من الفارينة، يعني حوالي 300 غرام. السوائل 600 مليلتر والفارينة 300 غرام. في الأخير نتحصل على عجينة هكذا تكون سائلة كما عجينة الكراب، يعني هي نفس العجينة تاع الكراب، وانما ضفنا لها برك هذوك الاضافات تاع التوابل والاعشاب. اذا كي نكملوا نغطيوها ونخليوها ترتاح ونروحوا نحضروا الحشوه. اذا في مقلاه نحطوا شويه زيت حوالي من 3 ملاعق الى 4 ملاعق كبيره، نضيف عليه حوالي نصف صدر الدجاج مقطع قطع صغيره هكذا شرائط صغيره بالطول. نقلبهم شويه هكذا في الزيت، ثم نضيف عليهم رشة تاع الفلفل الأسود، نزيد عليهم شوية قزبر حوالي ملعقة صغيرة، ونزيد عليهم شوية توم بودرة، نزيد عليهم حوالي ملعقة صغيرة تاع فلفل عكري أو فلفل أحمر بابريكا، نزيد عليهم رشة فلفل أحمر حار، يعني هذا على حسب الاختيار، وملعقة صغيرة من الكاري ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وحوالي نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج وشوية كركم حوالي نصف ملعقة صغيرة. نخلط المكونات كامل مع بعضها ونخلي الدجاج يتقلى ويتشرب هذيك المكونات أو هذيك التوابل. كي نضيف هذو التوابل للدجاج يمدلنا ذوق الشاورما. نضيف عليهم بصلة تكون مقطعة إلى شرائح أو جوانح تكون رقيقة، نقليهم شويه مع بعضاهم او نقلبهم شويه مع بعضاهم، ثم نضيف الفلفل هوتين نقطعوه قطع صغيره هكذا بالطول. نقلبهم شويه هكذا ثم نضيف عليهم شويه زروديه او جزر مبشور، يعني حوالي جزره كبيره. الزروديه تمد هكذا بن الحشوه او تخليها تيجي شويه حلوه. في الاخير نضيف عليهم الملح حوالي ملعقه صغيره او على حسب الكميه اللي تحطوها. اذا نخلط المكونات كامل مع بعضها ونخليهم يدبلوا. من الاحسن نغطيهم هكذا نخليهم شويه. اذا نغطيهم هكذا ونخليهم يتشربوا هذيك الملح والتوابل ويزيدوا يتقلاو مليح، وبعد نطفي عليهم. هاي الحشوة هنا جاهزة، نخليها تبرد ونروح نحضر العجينة أو نطيب العجينة. نسخن المقلاة أو كريبيير، نسخنها مليح ونحركوا مليح العجينة. ندهنوا المقلاة هكذا في الأول بشوية زبدة هكذا باش متلصقناش، ونبدأ نطيبه في الكراب أو في العجينة تاع الفطائر.
نحط هكذا كمية نتاع العجينة، نوزعها مليح على المقلات كيما نطيبوا لي كراب، ديروهم رقاق شوية كيما لي كراب، ما تكترش العجينة. إذا نوزعوها هكذا، نخليوها شوية، كي نشوفوها تحمرت شوية من تحت نقلبوها. إذا نطيبوها شوية من الجهتين ونحيوها. كي تطيب هكذا نحيوها، نزيد نكمل نطيب بقية العجينة بنفس الطريقة. إلا كانت المقلة تلصق كل مرة دهنوها بالزبدة، إلا كانت ما تلصقش ما زيدوش تدهنوها. كملوا طيبوا فيها هكذا بنفس الطريقة، نحاولوا نديرهم قد بعضاهم. كل مرة نحطوا نفس الكمية تاع العجين يخرجوا لنا الحبات قد بعضاهم. دايما نوزعهم مليح هكذا في المقلات، يعني يتوزعوا بكل سهولة، يعني كيما العجينة تاع الكراب. طيبوهم هكذا، ما تحمروهمش بزاف، كيما يطيبوا نحيوهم، لاننا من بعد في المرحلة الثانية راح نزيد نحمروهم. في الاخير تحصلوا على اوراق هكذا كيما تاع الكراب، يكونوا طريين ورقاق. كي نطيبوهم كامل هكذا نروحو نحشيوهم. اذا نروحو نحشيوهم بالطريقة هذه. نجيبو دائرة هكذا نقطعوها، نقطعو نصف، نبداو من المنتصف ونقطعوا نصف دائرة. نحطوا الحشوة بالطريقة هذه على شكل مثلث، يعني الطريقة يبين قدامكم. نحطوا هكذا كمية من الحشوة، نحطوا فوقها هكذا قطعة تاع جبن، يعني استعملوا الجبن اللي تحبوا، سواء مبشور ولا مثلثات ولا الجبن هذا شرائح، يعني حطوا اللي عندكم. كي نكمل نطوي العجينة هكذا بالطريقة هذه، نطويها بحيث في الأخير تحصل على شكل مثلث. نطوي هكذا وندور حتى نكمل، وتقدروا تديروا أشكال مختلفة يعني كما تحبوا. كي نكملوا لازم نضغطوا مليح على هذوك الأطراف باش ما تخرجلناش الحشوة. اذا نكمل نحشي كامل الدوائر او الحبات بنفس الطريقه. هذه كميه تقدر دير لك من 10 الى 12 حبه فطائر او سندويتشات، فطائر او سندويتشات بالعجينه السائله او بعجينه الكريب بحشوه الدجاج. بنان بزاف وسهلين في التحضير، والمنظر تاعهم شباب. وصفه بزاف بنينه، او فطائر او سندويتشات بزاف بنان، يحبوهم الكبار والصغار. كي نكمل كامل هذو الفطيرات او الفطائر او السندويتشات نروح نحمرهم. نسخن المقلات او الكريبيير، نحط فيها قطعه تاع الزبده، ندوبها هكذا مليح، ومن بعد نحط الفطيرات باه يتحمروا. نحطهم هكذا بالطريقه هذه. اذا نحطوهم هكذا كي يتحمروا من تحت نقلبوهم. كي يتحمروا هكذا ياخذوا لون شباب، وتاني يجيو يتقرمشوا شويه.
هام هنايا جاهزين، المنظر تاعهم هايل والبنة تاعهم روعة. من الأحسن نحطوهم هكذا في صحن دائري، يجي المنظر تاعهم شباب. فطائر أو سندويتشات بحشوة بزاف بنينة، التحضير تاعهم ساهل، توجدوهم بسرعة، يجيو طريين من الداخل ومقرمشين من برا. نقسم معاكم هكذا فطيرة، شوفوا من الداخل كيفاه جات، شوفوا الحشوة هايلة، البنة تاعها روعة وكأنك تاكل في شاورما. في الأخير نتمنى عجبتكم الوصفة تاع اليوم، فطائر أو سندويتشات بالعجينة تاع الكريب محشوة بحشوة الدجاج. وصفة بزاف بنينة وتستاهل التجربة. وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لمشاهدة الفيديو، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.